العسكري يلعب على الصعود، عندنا مقابلة اللي تنتظر فينا مع القبة، كان فريق اللي يلعب على الصعود، كان جمعية وهران اللي يؤدي في موسم لا بأس به، وأيضا عندنا فريق تنقل السعيدة. دوك المقابلة كلها صعيبة، الحمد لله رانا نحضروا ماتش بار ماتش، وما تخفالكش باللي الفريق تاعنا في البداية تاعنا ما درناش كيما نقولوا لوبجيكتيف تاعنا تاع صعود، ولا احنا فريق عندنا لاعبين اللي اصحاب خبره، وعندنا لاعبين اللي الله يبارك دي جان اللي عندهم مستوى كبير، اللي العام اللي فات لعبوا في الرديف وين احتلوا في المرتبه الثالثه الله اعلم، والحمد لله عندهم مستوى كبير وما يخفالكش تشدي تشوف باديس فؤاد تلمون تيمو كالوف كاوا بالك في ورقة الاخر في ورقة المباراة تلقى حتى 10 لاعبين مغاديف اللي كانوا في الرديف العام الموسم الماضي. واش نقول لك، احنا رايحين ماتش بار ماتش، نيسي وفي شاك مباراة نكونوا في المستوى ونأديوا كما نقول لك مقابلة مقبولة. الحمد لله الفريق تاعنا راهو يتحسن من مقابلة لمقابلة، وان شاء الله دوك الحاجة اللي تهمنا دوك نساو المباراة تاع غالي معسكر ونسيو ان شاء الله. كما نقول لك الحاجه اللي الاهم بكا هي الاسترجاع، ما تخبالكش باللي المقابله القادمه من فريق القبه راح تكون يوم الاحد.